طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفيه نستعرض عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية من المواقع الإخبارية. الصحونت: الرئاسة توجه بوقف أي تحركات عسكرية في أبيان تزامنا مع تصعيد جديد للانتقالي. نقابة المحامين تندد بالتضييق على المحامين في عدن وتطالب بالإفراج عن مازن سلام. وفاة وإصابة 18 امرأة إثر صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء في عمران. التشكيلات المسلحة المسيطرة على شبوة تمنع أبناء المحافظات الأخرى من دخول عتق. من عمران إلى شبوة، إسقاط الدولة بين عنف الميليشيا وتبريرات النخب المأزومة. المصدر أونلاين: المحكمة الجزائية تصدر حكما ببراءة 14 متهما في قضايا اغتيال أئمة مساجد بعدن. الميليشيا توسع مصادر الدخل: 27 ألف دولار أمريكي لرسوم الدراسة في إحدى كليات جامعة ذمار. الحديدة: مشرف الحوثي يقتل مواطنا ويصيب شقيقة في مديرية برع. إب: وفاة مواطن وزوجته بحادث مروع في المخادر والعثور على مواطن مشنوق في حزم العدين. عقب نشر وثائق فساد تدين وزارة النقل محكمة صغيرة تؤجل النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد الصحفي مشعل الخبجي. العاصمة أونلاين: وضع لا يحصل عليه، انسحابات للطلاب في فرع العلوم والتكنولوجيا بصنعاء تربك الإدارة الحوثية. التصفيات البينية تتصاعد، مقتل قيادي حوثي بكمين مسلح في حوث. تحركات رفض واسعة لعملية الإحلال والإقصاء الحوثي في مؤسسات الدولة. سوهنت: لتلافي خطأ إدارة بايدن، تقرير أمريكي يطالب الكونغرس بفرض عقوبات على ميليشيا الحوثي. باحثون: ميليشيا الحوثي تستفيد من الهدنة لإعادة ترتيب صفوفها وتتاجر بالملف الإنساني. السيول وسعت انتشارها، مطالب بضغط دولي على الحوثي لوقف زراعة الألغام وتسليم خرائطها. المنتصف: دفعتان جديدتان تنسحبان من جامعة العلوم الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. يمن مونيتور: الزبيدي يخالف توجيهات رئيس مجلس الرئاسة ويعلن الحرب في أبيان. الحرف 28: عدن، قوات الانتقال تمنع أستاذ الصحفي أحمد ماهر من زيارته وتعتدي على والده. تحذير حكومي من تفشي أمراض وبائية بسبب إجراءات فرضها الحوثيون. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط: الحوثيون يغلقون آخر المنافذ المهمة لنقل البضائع من ميناء عدن لتحويل بضائع المستوردين إلى ميناء الحديدة. اليوم السابع: جماعة الحوثي تستهدف بالقذائف قرى المأهولة بالسكان في تعز. البيان: تحذيرات من نفاد إمدادات الطوارئ في اليمن. عكاظ: خبراء دوليون، الحوثي يخطط لإفشاء الهدنة. الحوثي يبطش بالموظفين ويحرم الفقراء من التعليم. العربي الجديد: الرسوم الدراسية في اليمن بالدولار، استثمار رائج لأباطرة الصراع. من عناوين الصحف إلى مقالات الرأي والتحليل، وفيها نطالع ما نشره موقع يمن فويس لمحمد مقبل الحميري تحت عنوان: انهيار التعليم تجهيل الممنهج. الكاتب أكد أن انهيار التعليم في اليمن نتيجة طبيعية لانهيار الدولة ومؤسساتها وغياب المشروع الوطني لبعض القوى التي تعيق المعركة الوطنية حتى لا تتضرر مصالحهم المتمثلة في المتاجرة والارتزاق بمعاناة الناس. كنت أريد الحديث عن التعليم وانهيار أركانه وقواعده، ولكني أجلت الحديث عن لما أراه من انهيار لمؤسسات الدولة كلها وعبث الميليشيا الحوثية في كل شيء، بما فيه عقول الأطفال وطلاب المدارس والفوضى العارمة في معظم المناطق المحررة. نحن بحاجة أولا لسعادة الدولة ومؤسساتها، وبعدها يكون التعليم أولى الأولويات. ما نحن عليه اليوم من عبودية وذل لسيد الكهف وتخبط ومتاجرة وارتزاق في وطننا نتيجة طبيعية لفشل التعليم عبر العقود الماضية، لأنه لم يغرس الولاء الوطني ولم يبرز الرجال القدوة ولم يربي الأجيال كما ينبغي. في تجهيل ممنهج، اعتقد من سلكوه أنهم بذلك يستطيعون السيطرة على الشعب وكسب نخبه التي تربت على المصلحة الشخصية. الخلاصة: إلى الآباء الذين عجت بهم مواقع التواصل الاجتماعي وهم يفخرون بحصول أبنائهم وأقاربهم على معدلات 99.9 لتأكدوا من مستويات أبنائكم الحقيقية،
وهل يستطيعون مواصلة دراساتهم في الجامعات المحترمة أم أنها نهاية الفرحة وبداية المعاناة لمستقبل قاتم؟ إلى الصحافة الجديدة والبداية من الفيسبوك، منشور سلمان الحميدي في صفحته بالفيسبوك أشاد بصمود الجيش الوطني في التصدي لمشروع الحوثي الإيراني في المنطقة رغم حجم التآمر الذي يحاكى ضده. الجيش الوطني جيش عظيم والله، الجميع يعمل ضده ويتآمر عليه ومع ذلك لم ينتهي أو يغادر المعركة. تأمل الوثائق التي ظهرت كم من الأموال تنفق لعرقلة الجيش وحملات استهداف وشيطنته وستفهمون. لو أنهم أعطوا للجيش في تعز نصف ما أنفقوه خلال سنة واحدة من مبلغ استهداف الجيش والشرعية والله ما يقف الجنود الحفاظ والمدرسين العظماء إلا بسمارة. عملية التحليل الأخيرة جهة مقبنة كلفت الداعمين 900,000 لا أعرف دولار أم سعودي، بس الأمانة إلى جوار هذا المبلغ كان هناك دعم آخر 5 دينار تمر. أيامها كنت تسمع نشوة المقاتلين وهم ينسون بطولاتهم ويتحدثون كيف أنهم ظلوا يشربون ما صح لأسبوعين متتاليين معتبرين ذلك دليلا على الدعم الكبير. نبيل البكيري في منشور على صفحته بالفيسبوك أكد أن اليمنيين سيرفضون كل من يتبنى مشروعا ينتقص من اليمن الكبير المتنوع العصي على التدشين، وكما رفض مشروع الحوثي الإيراني فسيرفض المشروع المناطقي. بلد كاليمن تاريخيا عصى على الاختزال والتمزيق والتشظي، وكل من يتبنى مشروع ينطوي على تجاوز هذه الحقيقة يلفظه الناس وإن تمكن في لحظة ما على الظهور كسلطة مغتصبة. رفض اليمنيون الحوثي من أول لحظة لكونه يتبنى سلطة أسرية طائفية مذهبية تختزل اليمن بشخصه وعائلته ومذهبه، وسيرفض اليمنيون كل من يتبنى مشروعا ينتقص من اليمن الكبير المتنوع العصي على التدجين. صحيح لحظة يمنية مربكة تكاثرت فيها الضباع على اليمن، لكنها حتما لحظة عابرة سيتجاوزها اليمنيون بسخرية وهزء كبيرين كما ترونهم اليوم. لا تستهينون بهذه السخرية اليمنية، من هذا الواقع هي مجرد مشاعر تعبيرية عما تختزنه نفوسهم وتكتنزه من رفض لكل من يتجاوزهم ويستهين بإرادتهم ويهين بلادهم سواء كان عدوا داخليا أو خارجيا. منشور غالب السمايعي في صفحته بالفيسبوك أدان مخالفة مجلس القيادة الرئاسي لعملية التوافق في التعيينات بمناصب الدولة، مؤكدا أن المجلس يستمد شرعيته من التوافق الذي يعمل ضده وانقلب عليه. إذا كان مجلس القيادة الرئاسي يستند في مشروعيته على التوافق، فلماذا سقط هذا المعيار الهام في قرارات التعيينات التي أصدرها ويصدرها؟ ولماذا يدعي هذا المجلس الشرعية وهو يدعم الميليشيات العسكرية والأمنية خارج النطاق الرسمي في تحركاتها المشبوهة بينما يحارب ويهمش الجيش والأمن الرسميين؟ ولماذا يغيب علم اليمن في الاجتماعات الرسمية ويصمت هذا المجلس؟ منشور عبد الواحد العوبلي في صفحته بالفيسبوك كشف عن بنوك تمول أنشطة ميليشيا الحوثي التجارية تستفيد من العملة الصعبة التي تحصل عليها من مزادات ينظمها البنك المركزي اليمني في عدن. بعد مطالبات كبيرة من الباحثين والمختصين للبنك المركزي بالشفافية والإفصاح عن المستفيدين من مزادات البنك المركزي، تم اليوم تسريب هذه الوثيقة التي توضح البنوك التي استلمت المبالغ فقط وليس المستفيد النهائي، لأن البنك ليس إلا وسيط في هذه العملية افتراضا. هذا ناهيك عن أغلب البنوك التي دخلت المزادات هي بنوك مسيطر عليها من قبل ميليشيا الحوثي وبالأخص بنك اليمن والكويت، الذي أكدت عدة تقارير من ضمنها تقرير لمبادرة السعادة أنه أكثر البنوك ضلوعا في تقديم تسهيلات لعمليات مشبوهة لجماعة الحوثي. كما أن البنك المركزي لم يوضح حتى الآن موضوع التدقيق والرقابة اللاحقة لعمليات ومزادات البنك، الأمر الذي يشي بتورط موظفين في البنك المركزي في صفقات فساد مشبوهة عنوانها مزادات البنك وبالاشتراك مع البنوك الوسيطة والمستفيدين. فالمهم هنا أن نعرف ما هو مصير هذه الأموال من العملة الصعبة التي يبيعها البنك المركزي أسبوعيا ومن يستفيد منها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وهل يتم مراقبتها بالشكل المطلوب؟ هنا يأتي دور المؤسسات الرقابية المغيبة تماما والتي يفترض أن يكون تفعيلها أولويات لدى ما يسمى المجلس الرئاسي، لأن هذا يعتبر استنزافا لاحتياطيات البلد من العملة الصعبة وضياعها لصالح جماعة الحوثي. الصحفي علي الفقيه في منشور على صفحته بالفيسبوك اعتبر تمرد قوات الانتقالية على قرارات رئيس مجلس القيادة في محافظة أبين تأكيدا لتمردهم السابق في شبوة وزيف محاولتهم إلساق تهمة التمرد بقوات الأمن الخاصة وقائدها العكب.
هذا التمرد العلني من قبل القوات الانتقالية في أبين على قرارات رشاد العليمي هو تأكيد لتمردهم السابق في شبوة وزيف محاولات من إنساق تهمة التمرد بقوات الأمن الخاصة وقائدها العكاب. كان الهجوم على قوات الحكومة الشرعية في شبوة حلقة من سلسلة حلقات يمضي فيها الانتقال تنفيذا لمخططات الوحدة الخاصة بعد أن عجز المجلس الرئاسي عن إحراز أي تقدم في ملف دمج الميليشيا والتشكيلات المسلحة في هيكل وزارتي الدفاع والداخلية. فهي الميليشيا تلتهم ما تبقى من وجود القوات الحكومية التي تتبع وزارتي الدفاع والداخلية. وسلم لي على معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. في تويتر علي العمراني في تغريدة له اعتبر وحدة اليمن مكسبا لا يمكن التفريط به مهما كانت الأسباب والنتائج. هناك من أعمل منذ سنين لإنهاكنا وإنصالنا إلى هذه القناعة، فلنقتسم ولننفصل ولنحكم الحوثي الشمال والانتقال للجنوب لنصل إلى هذه القناعة محينا. هل هناك ممن يدعمون الانفصال يقبلون ذات المشروع في بلدانهم؟ بالتأكيد لا، فلماذا اليمن هي التي يجب عليها أن تتجزأ وأن تتقسم؟ قد يقول قائل كنتم دولتين، ونقول كثير من دول المنطقة كانت عدة دول فتوحدت إما طوعا أو بحد السيف. وكيفما كان الأمر فنحن نعتبر وحدة كل الدول العربية مكسبا لنا ولكل العرب. فهل هناك من يرى في تقسيم اليمن مكسبا ومجدا له ويشكره عليه التاريخ؟ أما تغريدة الصحفي فؤاد العلوي في تويتر فقد شددت على ضرورة قيام المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بمسؤولياتهم في الحفاظ على وحدة مجلس القيادة الرئاسي من الانقسام بسبب الممارسات الأحادية التي يتبناها المجلس الانتقالي والتي تنذر بتفككه. بات لزاما على المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي راعت مشاورات الرياض التدخل لحماية مخرجات تلك المشاورات بعد أن فشلت توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في إثناء دروس الزبيدي عن التمرد وسعيه لتدمير التوافق الوطني الذي كان أبرز مخرجات تلك المشاورات. تغريدة فيصل الحذيفي بتويتر أشارت إلى الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق المواطنين بمحافظة دمار. تنوعت انتهاكات الحوثي في محافظة دمار بين جرائم القتل وجرائم الإصابة والاختطافات والإخفاء القصدي والتعذيب والاقتحام ونهب وتفجير المنازل واحتلال المؤسسات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب ودور العبادة وزرع الألغام وتجنيد الأطفال وإنشاء محاكم وسجون خاصة. عبد الكريم عمران في تغريدة له بتويتر اعتبر القوات التي لا تتبع وزارة الدفاع ماليا وإداريا وتخضع لقيادة وسيطرة ميليشيا يجب إخضاعها من قبل الوزارة. ما لم يتم ضم كافة القوات المسلحة تحت وزارة الدفاع فكل قوة لا تتبع الوزارة ماليا وإداريا وقيادة وسيطرة هي ميليشيا. وعلى قيادة وزارة الدفاع احترام وظيفتها ولتعلم أنها تمثل القوات التي تتبعها وترأسها، ولا يجوز لها مساواتها بقوات لا تتبعها ولا أن تتحول إلى وسيط بين قواتها والميليشيا. احتجاز المواطنين في النقاط العسكرية من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي تحت مبررات مناطقية موضوع تغريدة أحمد الجبيحي في تويتر. في عهد الرئيس هادي كان المواطن اليمني يجد صعوبة في السفر إلى مناطق ميليشيا الحوثي ويتم احتجازهم في النقاط، واليوم في عهد المجلس الرئاسي يحتجز اليمنيون في المناطق الجنوبية ويتم منعهم من العبور عبر المدن الرئيسة كما حدث في عتق. شكرا سيادة الرئيس العليمي. تغريدة مصطفى القطيبي بتويتر نقل صورة من صور جبايات الحوثي من وراء المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية جامعة دمار النموذجة. كلية طب بشري في محافظة دمار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تفرض سوما دراسية 4500 دولار عن كل عام دراسي وتلزم كل طالب بدفع 27000 دولار رسوم 6 سنوات مقدما ولا يحق له استرجاعها عند الفصل أو التوقف أو الموت. المهم سرقة ونهب بشكل مرعب والناس مش لاقين حق الأكل، فأين عقول من يساندوهم؟ تغريدة عبد السلام محمد بتويتر تناولت مستقبل جنوب في ظل فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة. لا يوجد انفصال آمن للجنوب طالما يتم بفرض أمر واقع بالقوة كما عمل الحوثي في السيطرة على الشمال. ما يحصل في اليمن هو انتقام من الشعب ومن الدولة ومن كل من وقف أمام المشاريع الخارجية بالذات المشروع الإيراني. انتقمت طهران ممن عرقل مشروعها بسلاحها وسلاح خصومها المنشغلين بترتيباتهم. تغريدة أحمد شبح بتويتر
أكد أن الحل في الجنوب يكمن في دمج وتوحيد القوات والتشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والداخلية. لا تفعل كالحوثي، يتنصل من اتفاقات والالتزامات لا تهرب للأمام. اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة واضح بخصوص دمج وتوحيد القوات والتشكيلات تحت إطار وزارتي الدفاع والداخلية. هناك لجنة عسكرية عليا تم تشكيلها لتصحيح أوضاع التشكيلات المسلحة التي كانت خارج الأطر المؤسسية للدولة. وبهذا نختم معكم مشاهدي الكرام حلقتنا لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.